طيب نرجع تاني لقصة المدرسة اللي في بني سويف، ورجع لنا تاني على التليفون دكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم. مساء النور يا دكتور. مساء الخير يا فندم. أهلا بحضرتك، كده الصوت أفضل كتير. حابين نعرف من حضرتك في البداية الواقعة اللي حصلت في بني سويف. بص يا فندم، هي يعني الواقعة دي احنا اوريدي كان عندنا تقارير في الوزارة ان في بعض المدارس زي المدارس الإعدادية المهنية مبيبقاش فيها انضباط كامل، سواء من على مستوى حضور المدرسين أو حضور الطلبة. المدارس دي منشأة مثلا من 30 سنة عشان تعالج التسرب بالتعليم في المرحلة دي، ولكن للأسف دلوقتي يعني بتشغل مباني وفيها تجهيزات كده جدا، ولكن مفيش فيها طلبة ومفيش فيها انتظام بشكل كامل. فإحنا أثناء الجولة طلبنا أن نروح المدرسة دي، يعني مكانتش محطوطة في المخطط، ولكن بشكل مفاجئ. بشكل مفاجئ، بس احنا كان عندنا تقارير عنها. يعني احنا كنا عارفين ان المدرسه فيها مشاكل، بس حبينا نتاكد على ارض الواقع عشان ما نظلمش حد. وبالتالي رحنا مع الساده النواب، كان معانا نواب مجلس الشعب عن بني سويف وقيادات المحافظه والاداره التعليميه، ورحنا بشكل مفاجئ وفعلا اتاكدنا ان التقارير اللي وصلت للوزاره تقارير سليمه. ان الحضور ضعيف جدا، يتجاوز 97% غياب للطلبه، والمدرسين مش موجودين، يعني مضاوبين على الحضور، فيها تجهيزات ضخمه جدا ولكن للاسف مش مستغله. عشان كده كان لازم ناخد قرار. القرار بقى ايه؟ القرار فيه طبعا مدرسين كتير تم ايقافهم عن العمل، اداره المدرسه تم اتخاذ اجراءات قانونيه تجاهها، وهنعرض الموضوع على السيد الوزير عشان نقرر هنعمل ايه في المدرسه دي في المستقبل. ممكن نحولها نوع تاني من المدارس ونوفر اصول بديله للطلبه دي عشان برضه نضمن لهم الجرعه التعليميه، ولكن نستغل الاصول بقى، لان ده كده حرام، اصل مهدر وفي ولا يتم استغلاله. صحيح. انا بشكر حضرتك، شكرا جزيلا دكتور محمد عمر نائب وزير التربيه والتعليم، شكرا جزيلا لحضرتك وللتفاصيل اللي امدتنا بيها.